تمسكا بمبدأ حسن الجوار وتدعيم ودعم روابط الأخوة بين شعوب المنطقة، قرر سيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إرسال مساعدات إنسانية إلى السكان العائلات المعوزة بمنطقة أغاديس في النيجر. تتمثل هذه المساعدات في 90 طن من المواد الغذائية وعشرة أطنان من الأدوية، 100 طن في الإجمال. هذا تعبير عن تضامن الشعب الجزائري مع الشعب النيجيري الشقيق. اليوم طائرتين وغدا إن شاء الله طائرة، يعني جسر جوي بين مطار بوفاريك وأغاديس.